السلام عليكم. هسه انا طلعت قدامك دقيقه، لا تعبرني، اسمعني هاي 60 ثانيه ما تخسر شيء. بس اريد اعرف شنو الغايه من تبلغون على حسابي، اريد اعرف غايتكم شنو وليش. ترى الرزق على الله سبحانه وتعالى، والله لو على البشر كان متنا من الجوع. انا رجال عامل جاي انشر شغلي والناس مستفاده مني، ويخبروني على الواتساب يقولون عمر والله مستفادين من شغلك استمر، ويدزولي صور شغلهم مشتغلين نفس طريقتي ونجحوا. وانت تجي جو الوطانيه متمدد ما عندك شغل عمل تبلغ على حسابي. يا اخي ليش؟ ترى والله العظيم هذا كله هذا الخبص، انا ما مستفاد دينار واحد، الله شاهد على كلامي، بس مستفاد شيء واحد، محبه هاي الناس اللي تكفي. فاني من اسوي الشغلات الزينيه ما اريد شكرا من اي شخص، انا جاي اسوي وازد بالشط. فاتمنى من كل شخص يعرفني مره واحد يكسب لور يسوي، لان جاي انشر ما حد يشوف.